هنرجع مع حضراتكم لفقرة شخصية من مصر. الفقرة دي بالذات على وجه التحديد أو الشخصية اللي معانا النهاردة عزيزة على قلوبنا كلنا، وأنا شخصيا فرحانة إن احنا بنتكلم عنها النهاردة بشكل شخصي، لأني يعني وحشانة قوي قوي وكتير جدا اتمنيت إن احنا نصبح عليها. شخصية من مصر زي ما قلنا لحضراتكم أو نوهنا عليها، بنتكلم عن الشخصيات المصرية الأصيلة اللي قدرت إنها تسيب بصمة في حياتنا وفي تاريخنا وفي وجداننا. زميلنا إسلام وهبان هو اللي بيعد هذه الفقرة. النهاردة احنا زي ما قلت لكم عندها شخصية مميزة جدا. هنحتفي بعيد ميلاد واحدة من أهم الشخصيات الفنية اللي أمتعتنا كلنا كمصريين على مدار سنوات طويلة، مش في مصر بس ولكن في الوطن العربي كله. الشخصية اللي احنا بنحتفل بعيد ميلادها النهاردة في هذا الصباح معانا ارتبط اسمها بالفن الاستعراضي، فوزير رمضان. طبعا ما نقدرش ان احنا كانت تيجي فوزير رمضان ولا ألف ليلة وليلة وما نتكلمش عن الأسطورة الفنانة الجميلة يعني بنوجه لها التحية وبنقول لها كل سنة وهي طيبة وعقبال 100 سنة وربنا يديها الصحة والعافية، هي الفنانة الجميلة القديرة شريهان اللي عيد ميلادها بعد بكرة. كل سنة وهي طيبة يعني وربنا يديها الصحة والعافية. وبرغم من تقديم عدد كبير جدا بالمناسبة للفنانين الفوازير في رمضان، إلا إن شريهان فضلت بتمتلك مقومات كتيرة جدا خلتها حتى هذه اللحظة تتربع على عرش الفوازير في مصر، خلتنا دايما منتظرين رجوعها، منتظرين تهل علينا من جديد فوازير شريهان. لو بصينا لمشوار شريهان الفني هنلاقيها قدمت عدد كبير جدا من الأعمال المتميزة في المسرح والسينما والتلفزيون، وقدر كمان انها تنوع في أدوارها وانها تقنع المشاهدين بكل دور بتقدمه. أكيد احنا مش هننسى شقوتها في دور سوسو المراهقة في مسرحية سك على بناتك، ولا هننسى انفعالاتها ونظرة عينيها لعادل إمام في فيلم خلي بالك من عقلك بسحر طبعا موسيقى الرائع عمر خيرت، اللي يعني مازال حتى الآن يعني هذا الفيلم الناس مرتبطة بيه بشكل كبير جدا. ألف ليلة وليلة والفوازير العذراء والشعر الأبيض علشان خاطر عيونك، ياه كتير قوي. أطلق عليها ألقاب كتيرة جدا، ناس قالوا عليها حسناء هوليود الشرق، والبعض أطلق عليها ملكة الفوازير، لكن أهم الألقاب اللي كانت بتتقال عليها إنها كبرى المسرح، وده هذا اللقب اللي أطلقوا عليها الراحل ربنا يرحمه يا رب ويسكنه فسيح جناته العملاق وحش الشاشة فريد شوقي، بعد ما اشتغلوا مع بعض مسرحية شارع محمد علي، وده لأنه لقى فيها فنانة شاملة، يعني عندها موهبة جبارة في التمثيل والفن والاستعراض والغنى، حضورها القوي كمان على خشبة المسرح بشقاوة وبخفة وبعظمة وبكل شيء. ورغم ابتعادها عن المجال الفني لأكثر من 15 سنة، إلا أنه مجرد ما سمعنا خبر عودة شريهان كانت كل الناس، أو دي كانت ضجة في الأوساط الفنية كلها، وكانت احتفالية كبيرة وكانت عودتها لينا مليانة بمشاعر الحب والحنين لفنانة كبيرة مش بس من الفنانين لكن كمان لكل محبيها ومتابعيها اللي لحد دلوقتي منتظرين منها الكتير والكتير، واللي لحد دلوقتي لما بس بنسمع خبر عن شريهان بنشوف لها صورة، بنشوفها ظهرت في مناسبة، الناس متلهفة تشوفها وتعرف أخبارها. في عيد ميلادها احنا بنهديها باقة حب وبنقول لها كل سنة وانتي مبهجة ومتألقة وسعيدة، كل سنة وانتي أيقونة للفنانة الشاملة صاحبة التاريخ الكبير، وبجد مشتاقين لرجوعك، مشتاقين لأعمالك، مشتاقين نسمع صوتك، مشتاقين دايما نشوفك ونسمع عنك كل خير.